إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الأولين والآخرين. قال تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في سركم وعلانيتكم، واعلموا أن من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. عباد الله، حديثي معكم اليوم عن الورع وفضله. والورع اجتناب الشبهات أو إلى الوقوع في المحرمات. يقول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي. وقال تبارك وتعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. يشير هذا إلى أولي الألباب، هم الذين يجتنبون المحرمات ويعملون بما يرضي الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يحث المؤمنين على أن يكونوا ورعين في أفعالهم وأقوالهم فالورع أيها المسلمون عباد الله، فوائد عظيم، منها التقوية الإيمان، فاجتناب الشبهات والبعد عن المحرمات ينير القلب ويزيد الإيمان. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئتكم. ولا ليال وعن مركة كوبات سدر دار مينا إلهي تبارك وتعالى عبسديسا إن الإلهي تبارك وتعالى كعبسنه حالات كستي يمل كستين شوق نبا إلهي تبارك وتعالى ينكبغنه وإلهي تبارك وتعالى كعبسنه إلهي تبارك وتعالى ولا ليال عبسدو ودردارا لا يسود دردارمو دردانك وقوان أكسن وحلا يسكوان ينا وحوقوان أكسن عبسد إلهي تبارك وتعالى قفكو إن إلهي كعبسده على عبسدي سأوبضيه قلبك سنا يكويناتو حالات كستي يمل كستو تشوقبا دردانك ولا ليال عبسد إلهي تبارك وتعالى وحو دردار مددكي نقه الرئيي للكتابك يهودي النصارى كتابك لسيي يأنك بإلهي تبارك وتعالى وإنه دردار مي وأنا دردار الله دردار مي ومده نقه الرئيي نقبا دينه مدني محمد عليه الصلاة والسلام إلهي تبارك وتعالى وحليه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. آيات بقول قوي صدنا سورة نساء الله تبارك وتعالى هو كتاب كلاسيكي إذن كهرية إذن كا يإذن كبوحان مركا إذن درداراني عبسد إلهي تبارك وتعالى إن إلهي تبارك وتعالى كعبستان وإلهي تبارك وتعالى عبسد سمركاس قلبكين وكوين هذا والله تبارك وتعالى لك عبسده ولا ليال قفك إلهي تبارك وتعالى كعبسده يسمو قطي مركاسي قرصون با وكعبسده إلهي تبارك وتعالى أرنكي صدوم وأفض إذياه إلهي تبارك وتعالى أرنكي صبح وكيالا مدفضون ولا ليال خد بدي إنما أنت موضوع عن وحكاكة المامينو يعني وحكاكة يفتيميني نوحوية وحلو يقانا ورعة ورع وحوية في صوماليها ندين معانينو وحلو يقانا حلال ميرتك قف حلال ميرت بدن وحاران تسكي إلالية وحلاشة كده دالة انت أودي ساة ولا ليال ورع وحوية يقف كينو كفو قادو حيابا مركا اسك شبها ايو كلا قرن وايو محلال با مسوى حاران انو كفو قادو او كدير اضو وايو هدو تاسمي وايو او كلا ابي يلي وايو او شبهات كيو حاسك دحكلا اسك قدح قرصوما حاران تنمى ديس اي حاران حلاش ديس حلاش اي حاران تاو حاسك قدح ترسمي ايو كلا قرن وايو هدو قفكو اسك استعمالا اما اسك دحكلا او كدع ايا حاران تيب كدع ايا ولذلك وحلو قدبر مركاس قفكو ينو إلى ريو مركز علوشي سوحو قلين أيو يوحو قوضان أيو وحو حران أيو محلال با مسوى حاران وينو إيقو أو حمركا ور علي مادو نبيك عليه الصلاة والسلام حليه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
iskaga tag waxa ku shaki galiya yaad uga shakiido maxaraam ba iskaga dheero ba nabiga kaleey salaatu wasalaam ilo ka tag adigu aakhiradaada ilaashanaya sharaftaada ilaashanaya karaamadaada ilaashanaya waxaan ku shaki galin aad hubto qaadabu nabiga kaleey salaatu wasalaam ummadiisa u dardaarmay ama inoo dardaarmay walidaalka sida daraadad dadka muslimiinta waxa la gudboon inay waraca ku dadaalaan shubahaadka iyo waxa iskaga dhex darsamana ay markaas iskaga dheeraadaan laakiin waaqiceenan iyo waqtigeenan aan nool lahay dadka inta xalaal miiradka ay xalaasha ku dadaasho way yarta xalaashi xaraamti iyo cad oo u garanaya inay xaraan cod tahay oo ay hadduu doono ay ribo tahay oo uu arko ayuu ku dhacayaa ee u bareeraya baas uu odhanaya waxaan ku cuninba waa la cunaa waxaan ku cuninba waa la cunaa sax maaha arrinka noocaasi ah in qof muslima saa u dhaqmo oo ilaahay uu cibaadaysanayo soomayo salaadayo ilaahay tabaaraka wa tacaala baryaya inuu yidhana yiraahdo xalaashii xaraanti kala garan waayo bayca iyo iibka uu ka shaqaynayaana uu kala garan waayo warma mid sax ah oo diintu ay waafaqsan baa mise waa mid aan waafaqsanayn ayaa qofka muslimka waxa la gudboon inuu markaas wax shaqada uu ka shaqaynayo iyo camalka uu qabanayo uu eego xalaal baa mise waa xaraan hadduu markaas shubahaad iyo markaas shaki ka galo daarga samaanu kala garan waayo waxa fiican inuu iskaga dheerado iskaga tago allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay ya ayyuhalladhiina aamanuu ittaqullaha wa quluu qawlan sadiida dadka ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyay iimaanka laga helayow ilaahay tabaaraka wa tacaala ka cabsada hadal wanaagsanna ku qawla oo hadal wanaagsan dhahaba ilaahay tabaaraka wa tacaala leeyahay xitaa hadalkiibi soo gelaya waracnimadu warar xitaa hadalkiibi soo gelaya qofku inuu hadal wanaagsan ku hadlo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala raali gelinaya allah tabaaraka wa tacaala wuxuu nagu markaa inagu boorinaya aayadan ama muuminiinta ku boorinaya inay noqdaan kuwo markaas wariciin oo warac warac ku dadaala oo xalaal miirad badan aqwaasha iyo hadalkay markaa ku hadlayaan aqwaashooda iyo hadalladooda iyo waafcaalihim afcaashooda labadaba walaalayaal waxaan wax ka tilmaami doonaa ama ka dul istaagi doonaa faa'iidooyinka laga dheefo ee waaweyn ee ku jira waracnimada ama waxa loo yaqaano waraca waxaan dul istaagi doonaa ama wax ka tilmaami doonaa faa'iidooyinka waaweyn ee laga dheefo qofka hadduu ku dadaalo waraca kow waxaa ka mid ah taqwiyatul iimaan qofka waxa markaas xoogaysanaya oo awood yeelanaya iimaankiisiba awood yeelanaya hadduu qofku shubahaadka iskaga tago iyo waxyaaba xaaraanta iskaga tago kana fogaado markaas oo ka dheeraado muxaramaadkana yuniirul qalbi qalbigiisa markaa qofka markaa nuuraya oo qalbigii baa nuuraya waxaan ka warqabnaa qofku hadduu dembi galo ama macaasi sameeyo in qalbigiisa lagu dhigo nuqtatu sawda dhibic yaro madow in lagu dhigo hadduu dembi kale ku daraana dhibic yaro kale madow lagu sii daro hadduu ka toobad keeni waayo sidoo kolba dhibca loogu dhigaayo qalbigiisa marka dambe uu madoobaado qalbigiisa laakiin hadduu ka toobad keeno laga masaxayo qofkaas dhibicdaas walidaalika qofka hadduu xaaraanta daa'imo oo markaas shubahaadkii waxyaabihii xaaraanta ahaa iyo xalaashi kale saari waayena dee qalbigiisi markaas wuxuu noqonayaa mid madow oo markaa aan ifaynin laakiin hadduu ku dadaalo waracnimada oo waracnimada la yimaado oo waracnimada ku dadaalo qof qalbigiisu nuurayo oo iimaankiisu dhaqow yahay ayuu noqonayaa allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu in tattaqullaha yajcal lakum furqaana tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay mu'miniin hadda ilaahay tabaaraka wa tacaala ka cabsataan oo ka baqdaan wuxuu idin yeelayaa furqaanan yacnii dariiqo markaa iyo wasiilo aa ku kala saartaan xaqa iyo baadilka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu idin kala cadaynayaa xaqa iyo baadilka uu idin hanuuninaya oo yukafir cankum sayi'atikum xumaanyihiina waa dhaafayaa oo xumaantiina iyo gafafkeeda ka dhacaysana ilaahay tabaaraka wa tacaala waa idinka dhaafayaa walaalayaal qofku hadduu markaa waraca ku dadaalo qalbigiisa nuuraya iimaankiisuna wuu kobcayaa oo uu korayaa faa'iidooyinka laga dheefo markaa waracnimada faa'iidada labaad ee ka mid a faa'iida laga dheefo waraca ama qofka xalaal miiradka hadduu ku dadaalo waxaa ka mid a markaas sakiinada iyo deganaasha waxa loo yaqaano qofba qofka uu ka xalaal miirad badan yahay ee xalaasha uu kaga dadaalo waa qof degan oo markaa xasiloon oo aan kululayn oo aan baramlam iyo mushkilad ku furnayn waayo qofku hadduu xaaraanta daa'imo oo xaraanta iyo xaalaasha u kale aabo yeeli waayo wuxuu noqdaa qofkaasi qof kulul oo aanay waxba deeqaynin oo dabun daba socdo
قف آن وحد ديقينين أو هذه قرالة كلول أو ميل أنك جبنا يا أي نقطة يقف كاس لكن قف بدو حلال تحلال حلال ميرة دي هاي وحلاش هي حرام تكلا سارو وشبهات كي يوحي سكرين حتى سما كتا قمر كاكا دي راضة وحلال ميرة النقطة قف دقن وحسلم النقطة وفوائد لقا ديفو حلال ميرتك وعقلو كم دولا ليال فوائد لقا ديفو حلال ميرتك وضريح ورع وطريق السعادة والفلاح وطريق مركز جوش يبرارة وطريق برارة يجوش قف قادو كف قادو ميلها اشتباهات كأي وحي بس كغير دحر السماء هادو كف قادو كدير هذا وحو قاضي مركز طريق توصنانته يجوش أدوية يا آخر لبضبا إلهي تبارك وتعالى وحلي ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عيد إلهي تبارك وتعالى إلهي رسولك سادع ذا إلهي تبارك وتعالى وحليه أو عدة سوحي اللي بانتي اللي بان وين بي اللي بانتي بإلهي تبارك وتعالى لي والله لا يروح كلا كم إذا فوائد اللي قد يفو ورع أمين حلال ميرة قف قد داره حفظ الدين قف دين تيسا إلاليه ودين تيسا ويو حفاظه ودين تيسا إلى شده وإيه كم إذا والله ليه هذا قف كود دلاله حلال 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 مير النقطة وحلاش كود دلاله دين تسبو إلى شدة يشرف تسي عن نعمان بن بشير رضي الله عنه نعمان بن بشير نبي عليه الصلاة والسلام حكورني قالوا في النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين حلاش ويعد هاي حرام تنا ويعد هاي وبينهما أمور مشتبهات لكن وحول حياة حلاش هي حرام تي وحول حياة أريمو أريمو أول حياة أريمها سو على كلا ساري كريم حلال با مسوى حران ومشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس أريمها مشتبهات كإن بضن وضدك كم إذا يكون برا ركسنا مؤقا أي نبي عليه الصلاة والسلام يعني. فمن اتقى الشبهات نبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن اتقى الشبهات قف كعب صدا يسك إلى لي شبهات كأيك ديرادة فقد استبرأ لدينه وعرضه وحو إلى لي قف كاسي دين تيسي شرفتي سيبو إلى لي دين تسيبو إلى لي وآخرة تسيبو إلى لي شرف تسي كرامة تسيبو إلى لي أي أدوية أي آخرة با والله ليار شبهاتك شبهاتك يمرك وحقفك إسكاك إيه كادة إن حلالي هين إن حرامي هين إن مركاس أفير فير صدا أو إسكا إلى لي وكفوك هذا أما كدوركو أي مهمة وحديث كان يرغو بورين إياه وعاك النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ثلاث سكويني وما وقع في الشبهات قفك الشبهات كقدعه إيقاتا ما استعمالا وقع في الحرام حرانتي بكدعي هو البخاري ومسلم إمام البخاري ومسلم كتاب كذا كسر صحيح حديث كان ورك حديث كان نقول الله لو حنوت المامية والنبي عليه الصلاة والسلام نقول المامية حرانتي حار حلاش هي حرانتي نعده هاي أو أي عده هاي لكن أريما أود حيا أي كيران أودت كبر كلا جرم وعيان دتكو إن حلاله هني حرانه هن قفك كتة وح وحيا بايس أي كلا جرم وعيان دتكو المشتبهات كقف كذا هذا وح إلى اليدين تسي ضرفت تسي أما قف كذا وحاسي إقاطة وح مركز كذا حاران تبي النبي عليه الصلاة والسلام يدي والله وإذا ولي هاي أما قصة كان وحكم هذا قف كنا كذا لو ورعني ماذا اقتداء بالسلف الصالح وقضي شاء الله قضي أنا يوم سلف كي خرى دين تينو جهر ريجي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهم وهي هاي نكون ورع ورعني ماذا أمرك كذا له وعيها يمكن ورع نمد كود ذاله أو ورع كود ذاله وحديث مركاي نوت المام أيا أبي بكر الصديق رضي الله عنه إن وذكرنا إن أيام مال المال ما كم يذنين أدونا أولها أيا وحى أوكيانا عنتو أوكيانا هاشم أوكيانا هاشم كبو أبي بكر الصديق عناي مركو راشي كي عناي أو راشي كدما يستأ يونيك أدونا كويدي أبي بكر أو ميت قرانا سر راشي كذا عنتي ماش عنك كياناي أما وحى عنك سو شقي ميت قرانا أبي بكر وحو كويد ما يما قران آيه حوها نكا أدوك أوحو كويد برغي جاهيلي غور دينة إسلام كور أيان مالين مال ماحا كامي دانين بان فال لغانا فال كمر كيان دغانا يانو فاليني أنو فال كمان غرين لكن نكا وخيامي ووان كبدي دبتان لعاق بان كهيري فال كي لعاق تيوان وليها أي سيديو هاي يو ما انتا راشيكا ينوسو سيو وكاس ودقا عوني أبي بكر الصديق مركي أوجا إنه راشي كان عنا يهاي مد حارانا أو طريقة صح أنكو إيمان أو طريقة حارانا وكويمي أبي بكر الصديق مو أراني راشي كي ما دام عن عناي راشي كي هو يقول تجاي مو أرانين تفرت إسكالي يي أيو راشي كي عناي ولا بناك إسكا صادق إسكا بتشي
مركز ولي بك عذر دار تي إله وحي سيدها يدي قدح قريبا كان بان قليا وان إله كاك عذر دارنايا مسوع علين كاروكواس لكن انت علاش إذا كنت ترتي بنام كسك صادق وحينوت المام إسا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ورعني مدو دا يسا ورعني مدو قد دالي شرين يسا دي حراشة قد دالي شرين أو شقي سن شرين أي حوك سن شرين والله ليال قف كستو مسلمة وحالا يقول لك قدبون إن ورع قد دالي أو ورعني مدو حلال ميرت كو قد دالي سوى آخر دي سيادون كي سبو إلى شدو سوى آخر يادون كو بد بالو أدون كي رقابا إنو آخر دي سوين سيستو أو قفك حاران يوم حن لوجه دو كو استعماله سحماها ولا ليال وحتر دد بضانو ولا ليال كشقيا حيابا عن ديتنو بنينين دد باترا كشقيا استا وهم قري كرأس دا أو قوت كرأس دا يعني عصيب بضان أو عن ديتنو أقلي أو مركز السيابة كلا دوانو قصوغ أيو قصوغ شالا عاقي وعن لأن إله تبارك وتعالى كبغا أو إسكاقتها أو كدير هذا آخر دينا إلى شدا اللهم رزقنا الورع وجعلنا ممن يخشونك في السر والعلن اللهم وافقنا لما تحبه وترضى آمين يا رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.